حينما نزلت الدبابات إلى الشوارع في 25 من يناير 2011 سقط جدار الضبابية بين القوات المسلحة والإعلام، وظن الكثيرون أن دولة العسكر قد انتهت إلى غير رجعة، لأنه ومع انقلاب 30 من يونيو بدأت امتيازات القوات المسلحة تعود من جديد، سواء فيما يتعلق بنشاطها الاقتصادي أو بالتشريعات ومشاريع القوانين، وآخرها ما يراجعه قسم التشريع بمجلس الدولة السبت المقبل، والخاص بتجريم أي وسيلة إعلام تقوم بنشر أي أخبار تتعلق بالقوات المسلحة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي، ويعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 50,000 جنيه، وفي حالة الحرب تصبح العقوبة مغلظة كذلك. فهل الأمر عودة لما كان معهودا عليه أيام مبارك؟ وهل علاقة الجيش بالحياة العامة حاليا تشابه علاقته بها أيام مبارك؟ وماذا عن عمليات الجيش في سيناء؟ وهل نشر أي أخبار من هناك يعرض الصحفي للحبس؟ وهل بهذا القانون تصبح القوات المسلحة مؤسسة فوق القانون؟ وهو ما أكدته المناورة الاستراتيجية التعبوية بدر 2014. مشروع قانون يجرم نشر أي أخبار تتعلق بمؤسسة الجيش رجعه قسم التشريع في مجلس الدولة تمهيدا لإصداره. يحظر القانون على وسائل الإعلام نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة إلا بتصريح كتابي من قيادتها، وثمة عقوبة بالحبس 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية للمخالفين في وقت السلم، والعقوبة مغلظة في وقت الحرب. المعارضون للقانون يرونه استمرارا لتحصين المؤسسة العسكرية وإبعاد كل ما يخصها عن العيون والرقابة، لكن مؤيدين له اعتبروه ضرورة من ضرورات الأمن القومي، ويتحججون بأن الأمر ذاته معمول به في أعتى الديمقراطيات. ينطلق المؤيدون إذن من جزئية الحفاظ على سرية النشاط العسكري للجيش، لكن ما لم يقولوه أن الشريك الرئيسي لمصر أي الولايات المتحدة الأمريكية تنشر الكثير من تفاصيل ذلك على صفحات وزارات الدفاع والخارجية، تنشر كل ما باعتنا إياه من سلاح أو ما ساعدتنا في إنتاجه. افتتحت القوات المسلحة مجمعا النشاط الاقتصادي، إذن هو الجزء المشمول أكثر من غيره بعد من نشر، وهو نشاط يتعدى حسب مراقبين نحو 25% من اقتصاد البلاد، يقوم عليه جهاز مشروعات القوات المسلحة، وهو جهاز معفي من الضرائب وغير مشمول باللوائح والقوانين الخاضع لها القطاعين العام والخاص، فيه الحقوق والحريات على أفضل ما تكون النصوص. من عجب أن يكون القانون أحد مخرجات دستور عام 2014 الذي قال كاتبوه إنه يعزز مدنية الدولة، رفضا لما قاله معارضوه حينها بأنه يجعل من الجيش مؤسسة فوق الدولة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي لمناقشة محاور هذا الموضوع. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يعني كيف تنظر إلى هذا القانون، خاصة أنه يعني هناك مبررات في سياق القانون ذكرت أن تشكيلات الجيش وتجهيزاته لها من الأهمية بمكان لابد معها من الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، مما يقتضي إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلى الجهات التي تستفيد منها في النيل من مصالح مصر؟ شوف، أنا لا أستطيع أن أرى إلا أنه قيد جديد على حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى القيود الكثيرة التي يعني تضعها أو يضعها نظام الحكم الموجود حاليا في مصر. تاريخ القيود اللي فرضها الجيش على الحريات العامة ومن بينها حرية الرأي والتعبير والنشر فيما يتعلق بالشؤون الخاصة بالجيش، كان مر يعني لو بنتكلم من 52 مر على مرحلتين مهمين قوي. القانون الأولاني صدر برقم 313 لسنة 56، صدر يوم 17 أغسطس سنة 1956 قبل العدوان الثلاثي على مصر بشهرين اتنين بس، لأن العدوان حصل في شهر أكتوبر، والقانون الأولاني ده صدر قبل شهرين. القانون الثاني اللي عمل تعديل عليه، القانون الأولاني ده كان بيقضي أنه في موافقة كتابية، لابد أن تحدث موافقة كتابية من فرع المخابرات الحربية. القانون الثاني صدر يوم 8 مايو، قانون رقم 14 لسنة 67، صدر يوم 8 مايو سنة 1967، أي قبل أقل من شهر واحد من
ما عرف بنكسة 67 في يوم 5 يونيو سنة 67. هنا السؤال المطروح، يعني هل نحن فعلا مقبلون على حرب؟ لماذا توقيت صدور هذا القانون الآن؟ ده سؤال مهم جدا. حرب مع مين؟ ما هو ده السؤال. هو ده السؤال المعروف في العالم كله، أنه الدول بتلجأ لهذا الأمر عندما تدخل في مرحلة حروب، يعني بتقيد النشر عندما تكون القوات أو الجيش بتاعها. يعني مثلا في بريطانيا حكم النائب جورج جالاوي لأنه تحدث عن القوات الجيش البريطاني أثناء مشاركته في الحرب على العراق في 2003. طيب أنت يعني أنت بذلك تضع لهم مبررا أيضا؟ لا، مش بضع مبرر، يعني سواء بقى في حرب. هو 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 هنا القانون واضح وصريح، قال أنه الحظر على تشكيلات القوات المسلحة، على تموين القوات المسلحة، تجهيزات خطط القوات المسلحة، وكل هذا يخص شأن قوات مسلحة هي من الضرورة بمكان الحفاظ على سريتها. هو كده لم يأتي، لم يذكر باب الحريات، لم يذكر باب أنك تتحدث عن قوات المسلحة في مشاريعها مثلا الاقتصادية، لم يذكر أنك تتحدث عن مشروعات الهيئة الهندسية التي تتصل بحياة المدنيين، لم يتعرض لذلك أبدا في القانون. فأين القيود إذن؟ لا، هي الحقيقة أنه مثلا صفقات الجيش البريطاني مثلا، والمشهورة جدا صفقة اليمامة اللي كانت للمملكة العربية السعودية، الصحافة البريطانية هي التي وقفت هذه، أوقفت استمرار هذه الصفقة، ودي مسألة في الشأن العسكري البحت. فما نقدرش نتكلم عن أنه هذه الأمور لابد أن تخرج من رقابة المجتمع، إلا إذا كان السلطة الحاكمة بتعتبر أنه الجيش دولة داخل الدولة، وأنه فوق السلطات، وأنه مصدر السلطات. على أي الأحوال، اللي حصل أنه الآن الجيش هو السلطة الحاكمة في البلاد. يعني أنا يعني بيشبه لي الكلام ده أنه هو بيحصن المؤسسة العسكرية وبيحصن قرارات المؤسسة العسكرية في جانب مهم جدا بعيدا عن رقابة الشعب. ده بيتناقض تماما مع دستور العسكر اللي صدر سنة 2014 والذي قضى في نص واضح وصريح على أنه لا يجوز تحسين قرارات الجهة التنفيذية. إذا كان الجيش، إذا كنت أنت بتعتبر دلوقتي أنه الجيش ليس جهة تنفيذية، فمن الجهة التنفيذية إذن؟ هل طيب الجيش أتحول سلطة تشريعية؟ أتحول بنفس السؤال إلى سيادة اللواء عادل سليمان. سيادة اللواء أهلا بك معنا، ويعني حضرتك خبير عسكري ومدير منتدى الحوار الاستراتيجي. نسألك نفس السؤال، هل في هذا القانون ما يقيد الحريات، أم أنه ضرورة أمنية فعلا للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وسرية معلومات القوات المسلحة اللي هي تعتبر من مهامها يعني حماية البلاد؟ شوف، حتى تكون الأمور واضحة بالقطع، نحن مع الحفاظ على أمن وسلامة قواتنا المسلحة فيما يمكنها من تحقيق مهامها في حماية الوطن والدفاع عنه برا وبحرا وجوا، حماية كل ما يتعلق بتشكيلاتها المقاتلة، قواعدها، معسكراتها، مناطقها وجيوشها المدنية، قواعدها البحرية وقواعدها الجوية، وما يتعلق بتدريباتها الخاصة بالعمليات وما إلى ذلك. لا أحد يمكن أن يناقش في هذا. هذا القانون ليس جديدا، كل ما يتعلق بالقوات المسلحة لنشره لابد من أخذ موافقة المجموعة 26 التابعة للمخابرات الحربية، وهذا نظام معمول به منذ فترات طويلة. ولكن أعتقد الإشكالية الحقيقية الآن تكمن في أن هناك قرار بأن القوات المسلحة تعاون الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية وذات الطبيعة المدنية، ولها مهام متعلقة بالتعاون مع الشرطة المدنية. هل هذا القانون يسري على تمركز العناصر من القوات المسلحة التي ممكن أن تتواجد في المدن على سبيل المثال، أو تتواجد في مناطق حيوية تتعامل فيها إلى جوار الشرطة المدنية؟ هنا نطالب بأن يكون هذا القانون شديد الدقة، شديد التحديد في اختصاصاته، في تفسيراته، ترفق به مذكرات تفسيرية واضحة تماما تحدد الجوانب المحظور نشرها دون الرجوع إلى المخابرات الحربية طبقا للقانون الذي سوف يصدر، مجمعا كل القوانين السابقة والقرارات السارية الآن. طيب، بالفعل خليك معنا سيادة اللواء. أتحول إلى الأستاذ مجدي حمدان.
القيادي في جبهة الإنقاذ أستاذ مجدي حمدان. أهلا بك معنا أستاذ مجدي. القانون ذكر أو مشروع القانون اللي نشر في بعض وسائل الإعلام قال أنه تجريم نشر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة أي أخبار أو معلومات أو إحصائيات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتدها أو بعمالها أو بخططها، أي معلومات تمس القوات المسلحة أو مهامها أو وسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم. طيب إذا قلنا ممنوع المعلومات عن التشكيلات وعن بنية القوات المسلحة وعن الوثائق الخاصة بالقوات المسلحة، فهل يمكن أن يكون هناك بعض المرادفات في هذا القانون تكون قيدا على حرية التعبير وحرية الصحافة زي كلمة مهامها؟ طب ما هو من مهام القوات المسلحة مثلا المشاركة مع الشرطة كما قال سيادة اللواء عادل سليمان في الشارع واقتراب خطوط التماس مع المواطنين، فهل هذا سيكون أيضا محظور النشر فيه أم لا؟ تحياتي ليك يا أستاذ أيمن ولضيوفك الكرام. أنا شايف أن خلينا نقول أن القانون موجود مش ما موجود، يعني هذا مشروع مازال طيب دراسة، لكن القانون نفسه قانون ما يحمي القوات المسلحة ويحمي تسليحها ويحمي وغيره، وكنا وإحنا بنشاهد يوفت مكتوب عليها ممنوع الاقتراب أو التصوير ما زالت موجودة على كثير من الوحدات العسكرية داخل وخارج القاهرة. لكن أنت تعلم أن الجيش المصري هو الجيش الجزائري يعتبر الجيشان الوحيدان في المنطقة اللذان متماسكين حتى الآن، وبالتالي عندما تقوم القوات المسلحة بوجود مشروع أو طرح مشروع على رئاسة الوزراء لتأمينها بهذا الكم لا يعني انه تكون هناك حريه على الصحافه، لدينا متحدث عسكري، هذا المتحدث العسكري لديه دور. طيب يا استاذ مجدي، هو ان يدني بالتصحيحات الصحفيه. طيب يا استاذ مجدي، يعني على سبيل المثال اذا جاء صحفي مثلا بمستندات فساد في قضيه الاسكان اللي طرف في مشروع الاسكان اللي طرف فيه القوات المسلحه، اذا حصل صحفي على وثائق فساد ومستندات فساد في مشروعات وزاره الدفاع، الجمعيات اللي بتتعامل وهي تابعة لوزارة الدفاع مع المواطن المصري في الشارع، هل سيكون هذا خاضعا لهذا القانون الذي يجرم النشر بأي جهة تختص بها القوات المسلحة؟ ما هو الناس انا اعتقد انه لا يندرج يا استاذ ايمن تحت هذا البند، لان كل مشاريع الهيئه الهندسيه لديها طرف اخر وهو وزاره الاسكان، حتى المشروع بتاع اربتيك بتاع المليون وحده سكنيه تم تحويله من الهيئه الهندسيه لوزاره الاسكان، وبالتالي لا اعتقد ان المشاريع التي تندرج تحت بند مدني في المقام الاول تخضع لهذا القانون. يعني خلينا ننتظر حتى يصدر القانون في شكله النهائي، وانا شايف زي ما قال اللواء عادل سليمان ما يختص او حدود القانون نفسها غير واضحه حتى الان، البنود التي سوف يخرج بها القانون غير موضحه، القانون في دراسه ما زال في دراسه، ربما شكرا. او ربما لا يصدر، يعني خلينا ننتظر حتى يصدر القانون لكي نحكم يوم السبت عموما ان شاء الله يكون لنا لقاء يوم السبت. شكرا جزيلا استاذ مجدي حمدان قيادي في جبهه الانقاذ، واتحول الى راي الناس مع عمرو حسن وصفحات التواصل. تفضل يا عمرو. خلينا نتابع بشكل اوسع ايمن ما جاءنا عبر صفحاتنا المتواصله على هذه القضيه. بدايه هشام بيقول هو ده الصح علشان ما حدش يثير الفوضى في البلاد من وجهه نظره انه هذا القانون هو سليم 100%، على العكس تماما صحر لديه وجهه نظر مختلفه تقول ما هي اخبارهم كلها عباره عن خيانه للبلد وللشعب، عشان كده بيجرموا نشر اخبارهم اللي يعني بيتكسفوا على ذات النسق. كريم يقول في البدايه الاعتداء على احد منشاتها وافرادها والان الاخبار عنها، كده مش ناقص غير اي حد يحلم بيها يعرض نفسه للمساءله القانونيه. قشطه، هو بيقول كده. صلاح الدين بيقول ربما للتغطية على إرسال جنود خارج البلاد، هو ده تحليله الخاص. إبراهيم خضر يثير نقطة يرى أنها مهمة، بيقول أنه القانون موجود من زمن، فقط يحتاج إلى إنسان على علم بقوانين القوات المسلحة، كل جيوش العالم كده. طبعا بتكلم عن الدول اللي عندها جيوش. السؤال هنا هو هل هناك ما يسمى بقوانين القوات المسلحة تحديدا؟ هشام أيضا قرأنا تغريدته وتدوينته يقول أنه هو ده الصح. سعيد عبد الرازق على تويتر يقول يعني مش هنقدر نجيب سيره الكحك والبسكوت بعد كده باي سوق في الواقع، ولا حتى المكرونه، ولا حتى لو عملت دار فرحك في دار القوات المسلحه، كل دي اسئله. ابراهيم احمد يقول دي امريكا بتنشر اخبارنا العسكريه على طول وفي اكبر الجرايد والمجلات، يبقى احنا مش هنقدر نقرا ولا ننشر اخبارنا. والتغريده الاخيره مع رانيا مصطفى لم تعد خط احمر بل اصبحت شريطا اسودا، يعني كده خلاص مفيش كحك ولا بسكوت هنجيب سيرتهم.
لا احنا نقول كل حاجه بقى يا استاذ. لا انا ما هو هتجيب سيرته، هل هذا القانون سيعرضك للمساءله ولا لا؟ الراجل قال مش مهم بقى خلاص، بنتكلم عن الكحك كمان وعن لا. ما هو عمل قانون التظاهر والناس بتتظاهر، ما دي مش دي مش دي القضيه. هو بص، اولا ما قيل على انه السؤال اللي حضرتك سالته بانه واحد جاب وثائق عن فساد بيقوم بتنفذه مثلا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، انا حتى على مشروع الكحك مثلا هحكي لك واقعة حصلت في جريده المصر اليوم. وكان زميلنا مجدي الجلاد ماسك الجورنان رئيس التحرير قريب، فنشر في بريد القراء واحد كان على المعاش من القوات المسلحه وحاجز شقه في القوات المسلحه وابنه عايز يتجوز، فتاخروا عليه وابنه عايز يتجوز، فبعت نداء ل كان ساعتها طنطاوي وفي ظل مبارك، وقال يعني انا عايز الشقه، اين شقه ابني يا طنطاوي؟ خلاص، فنشر فمشى مجدي ونزل على انه رساله من قارئ ونشرت في بريد القراء وبيطالب فخدته المجموعه 26 مخابرات حربيه. مجدي بلسانه قال انا قعدت 8 ساعات على ما قابلوني زلوه يعني وقالوا له لو كررتها تاني هتتحاكم. فالكلام اللي بيقوله اخونا مجدي حمدان غير صحيح. شكرا جزيلا استاذ احمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وكما اشكر سياده اللواء عادل سليمان الخبير العسكري ومدير منتدى الحوار الاستراتيجي واعتذر عن ضيق الوقت، ومجدي حمدان القيادي في جبهه الانقاذ، شكرا لكم جميعا. عرضنا في مصر الليله متواصل معكم وفيه بعد الفصل. برلمان حفتر يتلقى ضربة قاضية بقبضة الدستورية العليا، خطوة يراها ثوار ليبيا تمهد لحل سياسي شامل وطبرق ترفضها. في الجارة ليبيا القضاء ينتصر للثورة، وفي مصر يضعوها تحت المقصلة.